أصدقائي، مرحبا أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. طبعا اليوم صارت ظروف معينة خلت يعني ظروف خاصة لأخويا جان خلته ما يطلع معانا اليوم، فأنا طبعا متأسف بالنيابة عنه. أتمنى أتمنى أنه يعني تفهمون هذا الشيء، يعني اعذروني من أنه ما موجود جان. فنقدر نسوي اليوم حلقة نسوي عن مثلا نتكلم فيها عن سر تعلق محمد بالنساء مثلا. إحنا نذكره من جانب الإنساني أكثر ما هو تهجم فقط، يعني نذكر التاريخ مثل ما هو كان. يعني طبعا بالبداية أرحب وأعتذر طبعا بالبداية أنه ما راح أقدر أستقبل اتصالات، لأنه أنتم تعرفون الاتصالات عندي مشكلة، الناس مش راح يقدرون يسمعوها. فقط أستقبل أسئلتكم عن طريق الشات اللي موجود قدامكم باليوتيوب. وطبعا خليني بالبدايه ارحب بصديقاتي واصدقائي، مثل ما اشوفهم على التكست، نسرين، يولي، احمد رياض، احمد رضا عفوا، ضحك بلا حدود، علي عمده، جين اوستن بطل، عندك سويس، سويس فالز، براندي، طبعا صديقي براندي اليوم راح يكون هو اللي مسؤول يوصل بعض الأسئلة إذا يعني ما وصلتني الأسئلة مثلا من أحد معين أو ما شفته وهو يتولى الشيء، وأكون ممنون إلى براندي اليوم راح يساعدني بهذه القصة. وطبعا أرحب بالأخ فهد، جاك، ضراط غير اسمك يا عيني، رياض، رحب بالأخ رياض، علي عمدة، هندريكس، أهلا 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 بكم أعزائي. عندك بعد منو ما ذكرته، أتمنى الأخت مريم، طبعا رحب بكم كلكم وكلكم أصدقائي، واليوم راح أكون معكم مباشرة بدون عوائق، وراح يعني كلام فيس تو فيس مثل ما يقول يعني. وراح اشوف اسئلتكم. اهلا سميره، نورتينا. اتمنى ما نسيت احد. اهلا بالوافد الجديد الياس. طبعا احب يعني اذا عندكم استفسارات انا راح ابدي بالكلام. اهلا بيك سامي، نورتني حبيبي. يعني راح ابدي اليوم خليته فقط للدردشه معكم، يعني انتم اصدقائي وجاي ادردش معكم كانه قاعدين مع بعض يعني. فالحلقات اخرى اكيد من حوارات انسانيه انا راح استقبل ضيوف معي، واكيد راح يكون من ضمنهم من اخونا سامي. طبعا سامي خبير بالاسلاميات، وراح نستفاد من خبرته في الإسلاميات، راح نتكلم معاه في بعض المواضيع، وممكن استضيفه في حوار إنساني عن حياته يحكي لنا. اتفق وياه ونشوف شو نصير. اهلا اخ رشيد، رحب بيك. نوفا حبيبي وينك، من زمان ما نشوفك، منورنا نوفا. طبعا نوفا هذا كان مسلم في رمضان في دردشة، كنا مع أحمد حقان كنا نطلع حلقات حوارات مع المؤمنين، كان طبعا يسبسب بينا ليل ونهار، وبعدين مثل ما يقول العلم انتصر أخيرا والإنسانية انتصرت عنده وصار من الملحدين. طبعا حبيبي يا سامي، طبعا الفري ثينكر منورنا حبيبي،
زيوس زيوس، اهلا وسهلا بك. يقول لي ذكر نسيت تذكر زيوس. طبعا اعذروني، يعني التاكسي مر سريع وما اشوف احد، يعني هذا غصبا عني مثل ما يقول. طبعا ارحب بالجميع اللي يجونا واللي يجوي، وكلكم على عيني وراسي. طبعا محمد، طبعا ببداية حياتي انا كنت منخطط اخلي يعني حلقة يعني معينة، لانه انا كنت مقرر اعمل الخميس الحلقة، لكن المسألة اللي طرأت انه اخويا جان عنده ظروف خاصة فما قدر. طبعا هو يبلغكم سلامة جميعا، وما قدر يكون معانا، فانا راح اقدم الحلقة يعني، لانه كلكم منتظرين، مريتكم يعني تنتظرون على الفاضي مثل ما يقول. وطبعا محمد بحياته يعني هي كانت حياته صعبة، احنا ما جاي نلقي له المبرر لانه هو اصبح سفاح في الاخير يعني، ولكن نذكر التاريخ كما هو مثل ما يقول. محمد كان من طفولته مهمل، كان متروك. اول شيء ما كان يعرفون منو ابوه، واصلا ما لا يعرف منو ابوه، لانه اجى 4 سنين بعد يعني عمه حمزه، مع العلم تزوجوا عبد المطلب وعبد الله في يوم واحد، ولكن محمد وابوه توفى بعد 6 اشهر، يعني هو بعد في بطن امه وتوفى الاب. هي صارت بعد 4 سنين يلا جابت، هذا معروف انه هذا يدل على انه هو لم ياتي من ابوه، يعني من ظهر صلب ابوه، يعني هذا ليس بالشيء المهم جدا، ولكن المهم انه طلع وصارت الام متنكرته و يعني تاركته هنا وهناك، يعني مثل ما يقول حليمة السعدية هي اللي ربته ورضعته، كانت بين فترة وأخرى الأم تجي تطل عليه. طبعا أهلا فهد، نورنا، وينك من زمان ما نشوفك فهد. طبعا يعني إذا أخونا سامي يقول أب محمد هو الراهب بحيرة، احتمال انا اعرف انه محمد الراهب بحيرة كان يعلم القرآن خصوصا بالفترة المدنية، كان مهتم فيه يعني، فهو ورقة بن نوفل ومحير الراهب هم اللي استلموه. طبعا يقولوا لي ارفع الصوت، لو ترفع الصوت اكثر مشكور. طبعا راح استعمل السماعة يكون أفضل، صوتي يوصل لكم. متأسف أنا طبعا، بس لحظات لحظات أكون معكم لحظات. أوكي أنا الآن معكم، راح أستعمل السماعة حتى صوتي يوصل لكم، يعني أتمنى أنه الصوت وصل لكم الآن أحسن. أوكي كل شيء تمام. هسه سامعيني أحسن؟ أتمنى تكونوا سامعيني أحسن الآن. أوكي يعني أهلا نادية، نرحب بيكي. يعني إذا عندكم أسئلة معينة أو استفسار أو أي شيء تقدروا تسألوه، وممكن أجاوب وممكن ما أجاوب حسب السؤال، يعني إذا كانت شخصية جدا طبعا يعذروني، لكن إذا أسئلة حتى عن حياتي وأقدر أجاوبها على عيني وراسي. كيف ما تغير الصوت؟ شو اسمه يقولي ما تغير الصوت؟ الصوت مو احسن اصدقائي، لان انا اعرف اللايف راح يكون شوي متاخر عن ال عن ال عن اللي بالتكست،
فاكتبوا لي رجاء اذا الصوت واضح او لا، يعني انا مستغرب من هذا الكلام. اوكي، راح اشوف منين السبب. راح اغير شيء ما في الصوت وراح اشوف وين الغلط. اوكي، هذا الله ميكروفون. راح نشوف تغير شيء قولوا لي. طبعا اذا تغير شيء قولوا لي اصدقائي. هل انه الصوت اصبح اوضح الان؟ الان الصوت ليش يشكي شو اسمه؟ طيب الان انا عملت تغيير معين، اذا خرب قولوا لي حتى ارجع لانه اعتقد انه. اهلا ايمن، اوكي بس اكدوا لي انه الصوت كله تمام حتى اكمل. احد يكمل لي يقول لي يعني. اوكي، شكرا 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 فري ثينكر. اوكي طبعا اهلا بك ايمن، انت متابعنا من فتره طويله، اهلا وسهلا بك. هندريكس، الصوت عندي مسموع من اول حلقه. اوكي حبيبي. ابو صل عنطر. طيب اذا عندكم اسئله معينه، انا جاهز انه تسالون عن التاريخ الاسلامي، عن الاشياء العلميه اللي اعرفها راح اجاوب عليها. على اي شيء انا جاهز اتناقش معاكم، وحابب نتحاور حوار جميل مثل ما يقول، يعني كانه قاعدين معي الان لما تكتبوا لي كانه قاعدين معي ونتحدث يعني. اهلا ابو صالح. طبعا فقلنا محمد يعني حليمه السعديه هي اللي كانت مستلمته، وكان مثل اللي يعني يعتبر نفسه مهمل لانه لا عائله ولا اب، يعني حتى الجد نساه، وحتى شو اسمه فتره طفولته نسوه، لا اعرف ما هو السبب يعني نسوه وما اهتموا فيه يعني. يقول ابو الحكم ما سياتي به احزاب اليمين التي سيحكم اوروبا، ما هي الاجراءات التي سيتخذونها مع مسلمي اوروبا؟ انا طبعا بخبرتي اقدر اقول لكم، اهلا بك فهد. طبعا بخبرتي اقول لكم اليمين راح يكون هو الحاكم. طبعا في انتخابات امريكا انا قلت مع بعض الاصدقاء انه ترامب راح يجي للحكم، ضحكوا علي قالوا مستحيل يجي. انا عرفته من اجراء عملوه، من اجراء عملوه راسا. انت لازم تشوف دهاليز التصرفات، يعني الشغلات اللي اوكي. هندريكس، اذا كان محمد، لحظه بس اكمل هذا الجواب. من 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 دهاليز السلطه نعرف انه هو اذا احد يعني تصرف الامريكان قبل الانتخابات بيوم واحد فقط، فتحوا ملف تحقيق يوم او يومين قبله، فتحوا ملف تحقيق كلينتون، فهيلاري كلينتون، فهذا يدل على انه هم عاوزين يسقطوها. فمن ناحيه اخرى دعايات عملوا لترامب وشهروه لما كان موجود باجتماع، وعلى اساس في احد عاوز يقتله وهربوا به، فهذا الشيء يخلق له تعاطف اكثر. فهذه اصلا ما كان اي محاوله موجوده، كله كذب في كذب كان، لكنه واضح كان انه عاوزين يجيبوا. انا اعتقد فرنسا اليمين راح يحكم في الانتخابات القادمه، وكذلك في اوروبا، في المانيا، حتى لو ما حكم اليمين لكن
100% شو اسمه ساقطه، شو اسمه حاكمه المانيا من التباكي، نسيت اسمها. طبعا الاخ اندرس يسال اذا كان محمد هو من كتب القران فلماذا كان يعاتب نفسه في القران ولم يذكر نفسه سوى 4 مرات يعني. اوكي، اذا كان كتب القران فلماذا كان يعاتب؟ اخي هذا العتاب عتابه لنفسه اخ اندريكس، هو فقط لانه تجي لوم، يجي لوم من اصدقائه من معارفه انه جاي يسوي اشياء جديده غير معروفه لمجتمعهم، فكان يضطر يجيب الايات على اساس جايه من الاله انه تعاتب لهذه الشغله، لانه هو يقول يعني وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني، فراسا يدب اللوم كله على الاله، الاله سانده يقرا الاله اللي بدماغه يعني. هو كان عنده، نعرف كنا عنده مرض صرع الفص الصدغي وحكينا عنه بحلقتين بتوسع كامل، فهو كان لما يغلط مثلا زواجه من ابنه زوجه ابنه بالتبني، فهذا الشيء كان كلش عيب بالمجتمع القريشي وفي مكه، ولكنه اصر على انه يعمل هذا الشيء لانه شاف سافرة أو كانت تتحمم وكشف الغطاء عن أوكي، لأنه هذا الشيء صار. فهذه أحد الأمثلة أخي هندريكس، إنه محمد كان يوجد مبرر لنفسه لما يريد يسوي شيء ويلومون المجتمع، حتى عبس وتولى ان جاءه الاعمى، هذا حتى لوم صار عليه انه كيف انت مهتم بالرؤوس الموجوده وانت اهملت واحد اعمى، فجاب هاي الايه يعني. هو ليس يجيبها على اساس يلوم نفسه، لا بالعكس، هو كان يفكر بالوقت اللي هو عايش فيه، ما مفكر لالاف السنين او بعد 1000 سنه 2000 سنه ايش راح يكون، كان يتصرف حسب الوقت اللي هو عايش فيه. مثلا جاب آية آية انه يدفعون فلوس اللي يريد يتكلم مع رسول يقدم بين يدي نجواه صدقة، فما حد جاء غير علي وهذا كان مستلف الفلوس، فرأسا شال الآية يعني. هذا الإله شنو يغير رأيه بيوم وليلة؟ لا، هو شاف ما في فايدة رجع غير آية. أتمنى جاوبتك باختصار أخ هندريكس حتى منهم الباقين. إلياس، وين إلياس؟ أوكي إلياس المزور، أبو الحكم كان أكثر حكما من محمد، وين إلياس؟ ما متكلم عني. يقول لي اخويا براندي يقول لي الياس حاكي عني، لكن الياس ما شفته حاكي شيء سيء، ما اعرف تقصد الياس ثاني. اوكي الياس الثاني نشوفه، وين الياس الثاني؟ عن اذنكم طبعا، لانه اني اوكي 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 احنا قرود ما يخالف، انت ليش خايف من عندنا اذا احنا قرود يعني؟ إذا إحنا قرود ليش خايف من عندنا؟ ادخل بأي حساب، إحنا جاهزين لطردك، أنت تعمل الحساب في 10 دقائق ربع ساعة، إحنا نطردك في لحظة واحدة يعني. فإذا تلتزم بالأدب وتقدر تتكلم معنا بأدب، إحنا جاهزين نتكلم معك، لكن إذا قل أدبك ما في غير الطرد يعني، وهذا دليل ضعفك يا إلياس، هذا دليل ضعفك، لو أنت إنسان حقيقي وعندك حجة تقدر تواجهنا. تقدر تسألنا أسئلة مثل ما سأل الأخ هندريكس وجاوبناه، فإذا ما عندك الشجاعة أنه تتكلم معنا كون براتنا أحسن يعني. يقول الأخ إلياس، يقول نعم يتكلم مع أحمد رضا. مريم، شبيها مريم، مريم سألت، أتمنى أشوف سؤال مريم، لحظة بس لأنه التكست سريع جدا.
يقول في القرآن حكاية مريم أم يسوع مو هي، لأنه القرآن يتكلم عن مريم أخت هارون وموسى، فهذا خطأ. فهذا حجكم تكلم كيف أم بخطر على أم يخطر على بال أحد من الشيوخ والمسلمين عامة. لا طبعا، هذه المسألة تكلمنا فيها أخت مريم. المعروف أنه محمد يذكر اثنين مريم، يعني يذكر بالقرآن مريم أخت عمران، ويذكر مريم أم اسمه، وخلط بيناتهم، خلط بالأمور، هذه وحد، هذه مريم أخت هارون، هاي وقت موسى كانت، ومريم ابنة عمران هاي تكون أم المسيح على أساس. فهنا صار الخلط، يعني اعذروني أجاوب بسرعة لأنه الباقي حتى أعطيهم حقهم بالجواب. يعني الياس أنا، أوكي، ظهر إن الياس أنا، ولا يهمك الياس أنا، إحنا جاهزين نطردك بأي لحظة. يعني إذا أنت مفكر نفسك ذكي إحنا أذكى منك، يعني ضربة واحدة ونطردك، يعني ما عندنا أي إشكال، يعني حتى لو كنت وحدي أقدر أطردك، ما عندي أي إشكال. يعني نشوف وين صار هذا، خليه يعلق مرة أخرى وأني موجود معه. الملحد ريحته مثل، اوكي مثل ايش هذا؟ شو اوكي، انت من الطرد. هذا طيط، هذا طيط، شنو قصده بهاي الصورة؟ ما ادري، اعتقد اوكي. طبعا هاي الالفاظ تجي منك يا طيط، من كلامك مبين، يعني هاي الألفاظ طبعا انك طبيعي انه تربية إسلامية، طبعا اذا مربينك تربية إسلامية طبيعي. اوكي، طبعا احنا جاهزين اللي يقلون ادبهم ان نطردهم، احنا لهم بالمرصاد مثل ما يقول. احنا مجرد نتكلم، ليش خايفين؟ يعني ليش خايفين من عندنا اذا احنا نتكلم معاكم؟ شنو اللي مخوفكم من عندنا؟ يعني من مجرد الكلام، اذا انتم على حق روحوا انشروا دينكم وين ما تريدون، بس حلوا عنا، يعني خلونا احنا منا ننشر افكارنا اللي هي فقط انسانيه. وانتم شايفين بارحه صارت عده عمليات مع بعض في تركيا، عمليتين، واحده بالسفاره الامريكيه، واحده سفير الروسي انقتل، وفي ألمانيا صارت حالة دهس. هذا كله منكم، هذا كله من تصرفاتكم. وهذا الداعش هي التربية الإسلامية الحقيقية، يعني هم جاي يطبقون الإسلام الحقيقي، كتب ابن تيمية. واللي صار بألمانيا، واللي صار بسويسرا، كلها مع بعض، وقبلها بكم يوم بمصر حادثة الكنيسة تعرفوها زين. فيعني كيف حالكم يا قرود؟ أوكي حبيبي، أنت هسه أشوف لك احنا جاهزين لكم يا اصدقاء، انتم اصدقاء السوء مثل ما يقول، واحنا نشيلكم شيل، يعني مثل ما يقول. ايه، احنا قرود، احنا ما ننكر اصلنا، واذا كنا قرود احنا تطورنا وصرنا بشر وصرنا نتصرف طبيعي. وشنو اللوم بالقرود؟ مو تقولون الله خالق الحيوانات والجسمه، يعني الله انسان، يعني عاقب القرد لما خلقه، فهمني، يعني عاقبه لما خلقه، واذا شبهت بالقرد شنو يعني؟ هو هم عنده فكر وعنده اسمه، وبعض القرود يفهمون اكثر منكم صراحه. انتم المتعصبين القليلين الادب صراحه. يعني انتم ما تمثلون جميع الناس، والمسلم نرحب به اذا دخل ودخل باخلاقه. مثل ما قلت لك، احنا نحارب الفكر الاسلامي ولا نحارب المسلمين. المسلمين اهالينا واقاربنا، ولكن المتعصبين والمتطرفين هم دول اللي احنا لهم بالمرصاد مثل ما يقول.
طبعا نتطرق الى اذا في اسئله اخرى انا معاكم. طبعا فعلا نسرين هالايام القرود احسن من الانسان، لان الانسان يعمل الفظائع والقرد ما يعمل اي شيء. ملته شلون يعيش وشلون ياكل، وشلون الام الرضيعه تشرب حليب الاطفال، وشلون الاب يحاول يحميهم، وهذا حياتهم. احنا حياتنا كلها قتل، وكلها باسم الدين وباسم الاله، وكل واحد يدعي انه هو جاي من الله الاله الحقيقي، ولكنه مثل ما يقول تصرفاتهم كلها باسم الاله، وكلهم يعملون جرائم باسم الاله. ما عرفنا هذا الاله لمن تابع، لليهود لو المسيحيين لو لل ايمن ايجبت. ايمن اخ العزيز ابا الحكم، اريد ان اعرف منك منذ اعلنت الحادك وحتى الان وبعد هذه الفترة، ما زلت اعتقد انه قرار سليم ام كان من الافضل ان تحتفظ بالحادك لنفسك؟ طبعا ايمن، انا لماذا احتفظ بنفسي؟ انا قلتها واقول عده مرات، مثلما المسلم له حق يظهر اسلامه، والمسيحي له حق يظهر ديانته، واليهودي همينه، والبوذي والهندوسي، انا ايضا لي حق اظهر افكاري. هم يظهرون افكار، من يقول انهم على حق؟ من يقول انهم على حق؟ احنا كذلك نعتقد انه احنا معنا الحق، واحنا كلنا بالادله وبالعلم. ليش احتفظ بنفسي؟ وما ضيرك اذا انا اظهر الحادي؟ ليش خايف؟ من ايش خايف؟ انت امشي بطريقك وانا امشي بطريقي. واللي بالاخير اكيد العلم هو اللي راح ينتصر، والارهاب راح ينتهي، والديانات كلها راح تنتهي في يوم من الايام. انا قدرت ب50 سنة، اصدقائي عاندوني قالوا لا، ما انا ذاكر انه راح يجون اجيال واجيال بعد ورا بعض. انا يعني مخمن انه 50 سنة المسلم راح يستحي او يخاف يقول انه مسلم، او بقيه الاديان كذلك، خصوصا الاسلام. ليش احنا نذكره على وجه الخصوص؟ لانه الاسلام جاي بشعارات كلها قتل، وهذا من اساس الدين، ما يقدرون يغيروه. وأعتقد جاوبتك أخ أيمن على سؤالك. أوكي. طيب أوصلني للجد الأخير. منو أوجد؟ كات خطاب، هذا خطاب، ما أعرف، يسألني إلي لو يسأل غيري. ف أوكي. ياسين باريس، أهلا وسهلا بك. إذا أهلا يوسف فاتح، أتمنى أنه تدخل معنا بالمناقشة أخ يوسف، وما تسوي شعارات مسيحية. نرحب بك على عيننا وراسنا، تحاول ما تعمل دعايات مسيحية، فقط تناقش مع تتناقش عن الإسلام، عن المسيحية، ولكن لا تنشر المسيحية عندنا. إحنا هذا قناة إلحادية وليست تبشيرية لأي دين يعني. إلياس، كي إلياس حلب، أسأل أبو الحكم، ما أعرف قصده عن أحداث حلب. طبعا أحداث، إذا تقصد أحداث حلب، طبعا إحنا كل خطاب، لا مش اي سؤال اطرده. طبعا احداث حلب احنا مستنكريها، ومن شنو جاي؟ يعني اللي يذكر سؤال يعرف انه هالشيء جاي من الاسلام، يعني منو اللي جاي يتحارب؟ الجماعه العلويه معاهم ايران جاي يتحاربون ضد السنه، هاي هي كل المساله. يعني الشيعه ضد السنه، يعني كلها اديان، يعني على ايش نحكي؟ يعني احنا نتمنى لسوريا وكل الدول العربيه تكون فيها على الاقل دوله علمانيه تخلي تحيد الدين وتحكم بالقوانين. انتم اللي تقلدون على اسرائيل وتقولون على اسرائيل دوله صهيونيه، شوف ايش قد ماخذين نوبل، 80 نوبل، واحنا ماخذين 2 نوبل. على اساس المسلمين فوق المليار، هم 5 ملايين 10 ملايين ماكسيموم اليهود،
ماخذين 185 نوبل، ليش هم اذكى منكم يعني؟ لانه جاي طبقون العلمانيه، ما عندهم اعدام. الدين اليهودي يختلف جد كليا عن اللي ماشي باسرائيل، هم يطبقون العلمانيه. صح عندهم بعض الظلم للفلسطينيين، هو الصراع قديم ووجودي من زمان بين اليهود والاسرائيل. نتمنى يصير الحل بحل الدولتين، كل واحد له دولته الخاصه. يقول ايه، اتمنى تدز لي سؤال كامل اخويا، لان التيست كلش سريع. براندي لو تدز لي سؤال بالكامل على السكايب اكون ممنون. يعني يقول مريم، تقول في القران حكايه مريم، هاي حكينا عنها طبعا، هاي حكينا عنها، هذا حكينا عنه اخويا. انت ما منتبه اعتقد. لحظه، شو عندك سؤال اخر؟ يقول عصام السلوم، عصام السلمي يقول أبا الحكم، لماذا لا نرى أي معالم أثرية لا نرى أي معالم أثرية للصحابة من بيت أو مكان أو أي شيء؟ لا نرى صحيفة عمر الحقيقية، لماذا لا نرى القرآن الأصلي؟ لماذا الإسلام لا يوجد له معالم تاريخية من عصر محمد؟ سؤال جميل عصام. طبعا في حلقة من الحلقات لما كنت أتابع بطرس زكريا، ظهر لنا بالخريطة أنه مكان اللي كان بيت الرسول موجود بمكة صار مرحاض، طبعا تواليت عملوه، وكذلك الصحابة بيوتهم كلها هدموها لتوسيعة مكة. يعني بعد ما زادوا البشر اضطروا يكبروا إلى أن وصلوا هذا الشيء. لذلك لا نرى أي من معالم يعني من بيوتهم، ولا يهمنا نعرف عنهم شيء أصلا، وهذا السبب الحقيقي أنه اختفى عنهم. أما كيف اختفى كلام عمر، صراحة لا أدري كيف اختفى، ولكن نعرف انه اول مخطوط قراني ظهر بعد القرن الثالث اعتقد، ظهر القران مكتوب بخط اليد يعني. ف هذا الشيء، بينما يعني مو مدحاً بالمسيحيه، المسيحيه اقدم، ولكن كان عندهم امكانيات كتابه احسن من المسلمين، فكان المخطوطات اعتقد اقدم، اللي قديمه اكثر من الاسلام موجوده. المسلمين كانوا يضطرون على جلد الماعز او الخرفان، ما اعرف، كانوا يكتبوا ويرجعوا اذا شيء موجود شيء من المسيحيه يمسحوه. تكلم عن محمد المسيح ويا الاخ رشيد في حلقاته، انه كانوا يضطرون يمسحوه ويكتبون عليه مره اخرى ايه مثلا، وبالاشعه تحت الحمراء الصور وضعوا عليها، لقوا انه كتابات مختلفه موجوده. اوكي، اذا في احد عنده سؤال اخر، اذا داخل احد من الصلاعمه انطيني خبر. انا لما اقول صلاعمه اللي يتابعون محمد في كل شيء، دول اعتبرهم صلاعمه وليس جميع المسلمين يعني. زوم زوم، اوكي، نحن لك بالمرصاد. زوم زوم، اوكي، انت ما راح تاثر علينا زوم زوم يعني. فانت مهما حاولت ضغطه واحده صغيره نطردكم، ماكو اي طرد. الزوم اخر يمكن، لحظه اشوف طرد الزوم اخر، ما ادري هذا هو ولا اشو، اقدر ارجعه. شلون ارفع البلوك؟ اثنينهم، اوكي خلص، ما دام اثنينهم ما عندنا اي اشكال يعني معكم اذا اريد نترككم. اوكي، ما قال لي حتى زوم زوم، قلت لي اثنينهم، طردتهم اثنينهم على كل حال.
اوكي هذا الزوم الثاني همينه. اوكي خلاص انطردوا. طيب مستوى الحراره الشات متدني جدا. طبعا هندريكس عذرنا يعني مثل ما يقول الصلاعمه لما يدخلون اللي يأيدون محمد في كل شيء، في قتله، في سبيه، في شسمه، احنا دول الناس اللي يدخلون بقله ادب نضطر انه نطردهم، وما في غيري اليوم انه موجود انه يطردهم. لازم اراقب التكست واتكلم معاكم واجاوب على الاصدقاء، فانا يعني متاسف انه هالشيء يصير، ولكن شو نسوي يعني. احنا هذا دائما يقول لك ابو الحكم، يقول لك من خلق الله؟ مو مشكله، احنا نسالكم نفس السؤال، من خلق الله؟ احنا نفس السؤال راح نعيد على اللي يؤمنون بالله، يعني حتى لو كانوا لا دينيين او كانوا علمانيين او مسلمين مسيحيين، نحن نسالكم يعني الاسئله واقع عليكم انتم. من خلق الله؟ شنو الازليه؟ كم من انطاء الحق يكون اله؟ انتم تقولون من انطاء حق يكون اله؟ ومن انتخب ليكون اله؟ ومن اين اوجد نفسه اول مره؟ هذا السؤال احنا بنساله لكم، احنا لا نعرف قبل البيج بانج شو كان موجود، احنا ما نعرف. احنا هذا مجرد نقول ما نعرف، لذلك لا نؤمن بوجود اله الى ان يثبت العكس. احنا كنا نحارب باسم هذا الاله، والاله هذا لا يحرك ساكن. مثل ما قال ملحد مصري يقول انا اول مره اشوف انسان ضعيف يدافع عن خالق قوي، ليش ليش يعني؟ يعني احنا الضعفاء المفروض هو يدافع عن نفسه او يدافع عنا، ليش ما يظهر نفسه ويدافع عن نفسه؟ يعني هذا كلام واضح اعتقد، يعني الجواب باختصار جاوبتكم اياه، ولكن اذا في حلقه نحكي بتفاصيل ممكن ارد عليكم اكثر واكثر. يعني انا مقتنع 100% انه الاله صناعه البشر، نحن نخلق الاله في عقولنا قبل ان يخلقنا هو. هذا شعاري انا، يعني احنا اللي نخلقه بمخيلتنا وليس هو من يخلقنا. يعني اذا هو خلقنا لازم يثبت هالشيء ويمنع الزلازل، يمنع الاطفال، ظهور اطفال معوقين، يمنع الظلم من البشر، يمنع 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 الكون غير متكامل، غير صحيح مثل ما تقولون انه متكامل. ابسط شيء ممكن يقتل الانسان، ابسط بكتيريا ممكن تقتل الانسان، و فيها عيوب، البشر فيه عيوب كثيرة يعني، والأرض همينة غير ثابت، وفيها فيضانات وفيها عواصف وفيها زلازل وفيها نيازك تسقط علينا مثل ما دمرت البشرية قبل 60 مليون سنة لما كانوا موجودين ديناصورات، اختفى كل شيء وظهر مرة أخرى. يعني هذا أعتقد جوابي للسؤال هذا. طبعا جان عنده، فهد جان عنده ظروف خاصة ما قدر يكون موجود، ولما يكون موجود هو راح يكتب، راح يعلن أي حلقة يسويها. صراحة هو فقط ذكر لي عنده ظروف خاصة، أنا لا أعلم ما هي، لكن أنا أحترم حياته الخاصة وما لي حق أسأل يعني ليش ما موجود، فقط هو قال ما أقدر. أوكي إذا موجود أسئلة أخرى أنا موجود. يقول أبا الحكم أنا أسأل عن جدوى قرار إعلان الحدث من ناحية الخسائر الاجتماعية، وليس من باب حرية إعلان الحادك 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 عقيدتك. يعني طبعا ذكرتها أيمن، جدوى، الجدوى هو التغيير، هو هذا الجدوى. أنت ما شايف بعينك المشاكل اللي تجينا من وراء الأديان؟ حروب صارت من وراء الأديان، وكل دين يدعي هو الحق. اليهودية المسيحية، اليهودية لما كانت عاوزة تنتشر هم يعتبروا نفسهم شعب الله المختار، والمسيحية اللي الحروب الصليبية صارت باسم هذا الإله، حتى لو الإنجيل ما ذكره لكنهم فعلوها باسم هذا الإله. والإسلام أشدهم لعنة وأشدهم على الإطلاق، اللي قال ومن يتبع غير الاسلام فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. احنا نريد هذول الاديان ننهيها حتى البشر يعيشون، البشر يعامل البشر كانسان،
ما يعامله على اساس هذا مسيحي هذا يهودي. يا ريت على الاديان بقت، فاكو عندك شيعه وسنه واحمديه واسماعيليه وعلويه وبطيخيه، وحتى الشيعه متفرقين الى كتل، حتى المسلمين متفرقين الى كتل. تلقي اهل النصره يقتل داعش، داعش يقتل اهل النصره، وكلهم من نفس العباء. فكيف اذا تجي على دين بدين يعني؟ فهذا اعتقد سبب كافي انه يخليني انشر الالحاد. انا انشر الانسانيه والتنويريه اكثر ما انشر الالحاد. كلمه الحاد الاخرين ذكروا علينا، لكن احنا تنويريين انسانيين، هذا تقدر تسميه. حتى سويت استفتاء سميته اي لقب تشوفه المناسب، ملحد ام تنويري ام انساني؟ الاكثريه قالت انساني. فعلا نحن انسانيون، نحن ننبذ الاديان، ننبذ العنف في كل مكان. هذا سبب انه انا اتوجه. يا ريت الدين اذا ينكفى على نفسه ويبقى بسلام مثل بقيه الاديان البوذيه والهندوسيه والزرادشتيه، ويكون فقط يتقوقعون بالمكان اللي هم بيه. يا ريت كان ما عندنا هالمشاكل، لكن احنا مشاكلنا جاي تشوفون يعني المشاكل اللي خصوصا من الاسلام حاليا. فعلى مود هذا احنا متعبين نفسنا ونظهر نحارب هذه الافكار حتى نعيش كبشر. هذا 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 السبب اللي يخليني انا اركز على هذا الشيء. وانا اعرف ممكن اروح برا وما ارجع، ممكن احد يضربني يقتلني كل شيء يسوي، ولكن شو اسوي؟ هذا هدفي بالحياه. ولا اقبض اذا احد متشكك انه اقبض، اقسم بحياه ابني قدام الجميع انا لا اقبض اي شيء ولا استرزق من 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 اللي جاي اسويه باي مكان نهائيا. انا مسوي عندي افكار اريد اوصلها، ما يهمني لا ماده ولا اي شيء، فقط اريد اوصل الافكار. وهذا الكلام خايب اللي تقولوه، تقبضون من يوتيوب، تقبضون ما اعرف من ايش، هذا كله كلام فارغ، لانه ثمن الدم مخلوط بالدم هذا الفلوس. ما معقول ان على مود 100 200 دولار ولا 1000 دولار نقتل نفسنا يعني، او مثلا كلام الصهيونيه الماسونيه الصليبيه كلها يخبطوا بعض دول يدفعونا. الكلام فارغ ومضحك هذا الشيء. نحن لو عندنا اختلاط بهؤلاء العالم ليش يسدون قنواتنا؟ مثل ما قال جان، ليش دائما نلقي ان قنواتنا مسدوده كل فتره وفتره؟ نتعب الى نرجع القنوات مره اخرى، مثل ما صار ويا جان ويا سال ويا رياض ويا غيرهم، كلهم يسكرون قنواتهم. اذا احنا مدعومين ليش يسدوننا اياها؟ او يفتحون لنا قناه فضائيه خاصه لنا يعني، نقدر نحكي براحتنا. لا، العالم كله جاي يحاربنا، لانه كلهم ماشيين على اديان مع الاسف. العلمانيه هي اللي تنتصر في يوم من الايام. نحن زرعنا البذره وسوف الاجيال القادمه هي اللي تقطفها، ونتمنى احنا نقطفها، ولكن اذا ما صار موجودين غير يكملون ورانا. بعثت لك سؤال فوق. عصام سلوم اعذروني يعني من التكست، لانه لما اجاوب الشغله تطول. وين سؤالك عصام؟ ما ادري وين سؤالك صراحه. ارجوك تذكره مره اخرى، لان ما جاي القي عصام. اذا ممكن تبعث لي السؤال مره اخرى، دازليا يمكن، خلي اشوف دازليا. اوكي، وين يقول عصام سلوم سؤال ابا الحكم، انا لا اقصد ان اكشف التاريخ، ولكن قصدي هل قصه او روايه ليس لها اي دليل مادي موجوده، السيره كتبت بعد 250 سنه، القران بعد 700 سنه، هل ممكن ان تكون خرافه او قصه عربيه؟ اعتقد انها خرافه، لانه اذا كانت خرافه الموجودين الفراعنه كلام فيها مبالغات اكيد يعني، كلام عن موسى عن المسيح وشخصيات اخرى موجوده ليس فقط ذولا. لا اعتقد انه محمد قصه اسطوريه او الاسلام قصه اسطوريه، لا،
انا يعني في اشخاص ملحدين يقولون هذا، انا لا اصدق هذا الكلام، ولكن ممكن يضعوا فيها يبالغون، مثل ما عبد الملك بن مروان حب يعمل، انا باعتقادي حب يعمل، انا اعتقد القران فيها تحريفات وماخذين منه ايات وشايلين ايات وحاطين ايات، هذا ممكن يصير، ولكن شخصيه محمد موجوده، مثل ما سوى عبد الملك بن مروان لما ذكر قصه الاسراء والمعراج، اعتقد هاي مختلقه، يعني انه يوجه انظار الناس الى القدس بدل مكه، يعني لانه التجاره راضي يعملها بمدينه بسوريا بالشام، فعلى مود هذا يعني جاب هذه الايه باعتقادي. يعني جاستين يقول ابو العالم ابو الحكم تعالى، اذا لماذا لا تركز على الاعجازيين وتحطهن تحت المجهر وترد عليهم كلمه بكلمه في الاسلوب العربي المقنع؟ والاخ هشام مثل نايك وزغلول، هذول مغسلين ادمغه المسلمين. طبعا احنا لما نتكلم اخويا جاستين جاي نتكلم عن كل المواضيع، نتكلم علمي، في اشخاص يتكلمون علمي، في اشخاص يتكلمون عن الطب واختلافه مع تكوين جنين مثلا، واشياء العلميه الفاضحه اللي موجوده بالقران، كل يدلو دلوة. يعني احنا انا اختصاصي الاسلام لانه درست فيها وكنت انسان متعصب، يعني الى ان بلغت العمر 27 بطلت هاي الافكار كلها. يعني احنا كل واحد من جانبه يظهر، مثلا انا اظهر مساوئ اخطاء الدين او تصرفات محمد او اصحابه، واخرين يظهرون الشغلات العلميه، كلنا نكمل بعض اخ جاست ثينك، واعتقد احنا بهذا الطريق ومكملين. هل تعتقد يعني قصدي ان الاسلام الانسان المسلم فيه قصور عقلي؟ لا طبعا ليس فيه قصور عقلي، احنا كنا مسلمين، كيف فيه قصور عقلي يعني؟ ولكنه احنا متربين، يعني دليل على شيء ان المسلم اذا ولد بدوله مسيحيه راح يكون مسيحي، او من اب وام مسيحيين راح يكون مسيحي على الاكثر. فاحنا انا اقول دائما الاسلام يتكاثر ولا يكثر، لانه يتكاثر عن طريق الانجاب وبعدهم مليون وشويه، بينما بقيه الاديان مثل المسيحيه اكثر من الاسلام، كلها خرافه طبعا، ولكن قصدي الاسلام يتكاثر ولا يكثر. يعني فالانسان المسلم ما عنده اي قصور عقلي، ولكنه اخذ من الاهل وبقى على مصر على هذا الشيء، ولو ولد بديانة أخرى كان يكون ذاك الدين أكيد. يوسف فاتح، طيب إذا ممكن سؤال، إذا ملحد آمن بدين وإله، فما ستكون ردة فعل الملحدين من حوله؟ طبعا إذا إحنا ما رجي نمسك سلاح إلى إحنا ما عندنا مشكلة مع التزموا، خصوصا إذا كانوا يعني مسالمين. احنا تركيزنا على الاسلام، يعني كل مشاكل جاينا الان من الاسلام واحنا من خلفيه اسلاميه، لكن هذا لا يعني ان الاديان صحيحه، لا، الاديان كلها خرافه. اذا كنت مسيحي حتى لو كنت مسالم انا اقول لك دينك خرافه، اذا بس اتكلم عن الاسلام راح يقولوا لي انت متعنصر لبقيه الاديان اليهوديه والمسيحيه وتحابيهم على يعني ما تهاجمهم مثل الاسلام. لا، انا اهاجم جميع الأديان، ولكن تركيزي على الإسلام لأنه فيه عنف حاليا وهو اللي يحارب، مثل ما يقول أول شيء نبدي من الجذر وبعدين ننشر الأفكار. إحنا ما شايلين سلاح بيدنا، إحنا ننشر أفكارنا مثل ما أنتم تنشرون أفكاركم، سواء كنت مسيحي أو يهودي أو أي دين آخر، أنت يعني أنا أو إسلامي، احنا ننشر افكارنا بالسلم، نتكلم فقط انه الدين مو زين، ما يعجبك لا تاخذه، روح على دينك، انت روح انشر دينك براحتك. طيب يوسف اعتقد جاوبتك، شكري. هل هناك كتابات عند الامم الاخرى من فرس وروم وغيرهم من الامم من محمد واسلامهم، وماذا قالوا عنهم؟ طبعا
990 شكري. طبعا عن الإسلام، عن محمد إذا تقصد، طبعا الأديان الأخرى تنكر نهائيا هذا الشيء. وأعتقد رشيد المسيحي طلع حكى عن هذا الموضوع باستفاضة، إنه البارطليق اللي خابصنا به هو الروح القدس، الروح القدس اللي يسموهم. واليهودية غير مذكور اسم محمد نهائيا، يعني اسم محمد ما جاي في أي مكان، والتاريخ يضعه المنتصرون مثل ما يقول، واسم محمد هو وضع التاريخ وادعى أنه مذكور اسمه بأي مكان، ولكن ليس له دليل على أي شيء. يعني هذا مو معناته الأديان البقية صحيحة، لا، لا تفهموني غلط، لا، فقط أجاوب على السؤال اللي أنت سأله. يعني قصدك شكري، لكن إذا يتكلم بأدب، إذا هذا الكلام إذا تقصد به شكري، أنا شايف كلامه طبيعي، وإذا في كلام آخر ومتجاوز به نطرده، ولكن إلى حق يسأل أي شيء. بشار المخنث تقصد، أوكي، راح أشوفه أنا. طيب، سؤال، هل ممكن الأخ يوسف فاتح رجع سأل سؤال. طبعا الأخ يوسف فاتح هو مسيحي موجود معنا بالجروب، احنا نحطه على عيننا وراسنا، ما عندنا مشكلة، حتى المسلم، كل المسلمين نحطهم على عيننا وراسنا، فقط يتكلمون بأدب، هذا اللي أطلبه، أكثر من هاي ما أطلب شيء. ما أريد أحد يسوي دعايات لدين معين، إسلامي، مسيحي، يهودي، أي دين، وتكلم معنا، تناقش معنا، احنا نحطك على عيننا وراسنا، ما عندنا أي عنصرية لأحد. وموجودين مسلمين كثير يناقشون، ما طردنا احد، اللي يبقى بادب ليش نطرده يعني؟ طيب، سؤال يقول، هل ممكن للالحاد والاسلام ان يلتقيان في نقطه واحده على الاقل؟ واذا اكثر من نقطه فما هو فما هم؟ لا طبعا يلتقون. باي شيء يلتقون؟ ايش ده تحكي انت؟ يعني منين جبت هذا الكلام؟ احنا نلتقي مع الاسلام، احنا من اشد المعارضين للاسلام، كيف نلتقي معاهم يعني؟ لا طبعا ما نلتقي باي شيء معاهم. احنا الدين الاسلامي ماخذينه على عاتقنا، لانه اشد حاليا اشد الناس ايذاء للبشريه، لذلك احنا واقفين لهم بالمرصاد. واما اذا شفنا اي حركه باسم الدين من اي دين اخر، طبعا راح ينالون نفس مش اسمه من عندنا، نفس المنهج الشديد معاهم، يعني راح نركز عليهم اكثر. ف احنا حاليا مركزين، لان الاذى ما يحتاج اقول لكم، الاخبار كلها عندكم. حاليا يعني مركزين على الاسلام. خلينا نشوف وين هذا المخنث، بشار المخنث، يعني شايف تعبيراتك بشار المخنث، يعني هذا تعبير إنسان طبيعي، يعني هذا من تربيتك الإسلامية صراحة، يعني هو اللي يخليك تتكلم هكذا كلام. يعني ما أعرف، أنت أهلك ما مربينك على الإسلام اللي تدعي حتى تتكلم هكذا كلام؟ لو تطبق كلام رسولك يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوا بهن أبي ولا تكنوا، ممكن هذا الشيء، لأنه حتى شو اسمه ابو بكر قالوا له شلون تحكيش حكي، قال واحد روح امصص بدر اللات يعني. فاعتقد هذا ماخذيه من اسلافكم، وتدعون شو اسمه الاسلام والادب، ولكن انتم بعضكم خالي من هذا الادب. طبعا امبارحه شفت شو اسمه، حبيت اقول لكم يا عبي، حلقه عمرو اديب، انا متابع عمرو اديب، طلع عندنا ثلاث اشخاص يتكلمون يسوون دعايه للاسلام، على اساس يقول له المسلمين ليسوا ارهابيين. طبعا المسلمين ليسوا، لكن الاسلام هو راس الداء، يعني لا تقول لي، لا تدافع عن الاسلام، الاسلام هو سبب المشاكل كلها، سواء انت عمرو اديب او غيرك. اتمنى شويه تكون منطقي، انت منها تحكي على الازهر، وتعرف انت يا عمرو اديب انه كل شيء موجود بالازهر كله ضد الانسانيه،
وليش ما تقول هذا من الاسلام؟ هو هذا الاسلام ايش يقول؟ الايات كلها واضحه، روح اقرا يا عمرو اديب، روح اقرا اياتك اللي موجوده اللي يدعو الى قطع الاطراف فقطعوا ايديهم وارجلهم من خلاف واقتل المشركين كافه، لا تقول لي الاسلام ما يدعو الى القتل، الاسلام يدعو الى القتل. ومع الاسف مفهمين الغرب انه الاسلام دين حلو وجميل يعني. السلام عليكم يقول لي عليكم السلام. علي من تضحكون بهذا؟ الكلام فقط هو السلام، ولكنه جرائم مليانه في كل مكان. لكن يتعامون عنا مع الاسف، ما اعرف خايفين من المسلمين، ما اعرف شنو القصه. اوكي. اتصور وصلتني. لا طبعا اخونا علي، لا اقول كل المسلمين ارهابيين، انا ذكرت واذكر شكرا 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 زد زوم. طبعا انا لم اذكر الارهابي المسلمين ارهابيين، ولا اذكر اهلي هم مسلمين، اقاربي مسلمين، اصدقائي مسلمين، يعني لا اذكر انه الاسلام مسلمين ارهابيين بتاتا، ولكنهم اقول عنهم غافلين عن الحقيقه فقط. وانا اقصد لما اقول صلاعمه او ما اقصد اللي يتبعون محمد بحذافيره بكل شيء اتي به. هذا سميره سأل سؤال، خلي اشوف دازلي يا اخويا براندي. سميره تقول ما رايي في ترك من ترك الاسلام ولكن لم يستطع التخلص من رواسبه؟ اذا طبعا انا جاني هيك اتهام طبعا، اذا تقصدين ما اعرف، المهم انا اتكلم عن نفسي بعدين اتكلم من رواسب الاسلام. انا اعتبر رواسب الاسلام اللي يكسر بالاديان الاخرى ويمدح في دين، هذا اعتبر انا رواسب الاسلام. رواسب الاسلام انه لا تذكر الانسان بسوء، هو هذا رواسب الاسلام، تصرفاتك مثل المسلمين هذا يعتبر رواسب الاسلام. ولكن يوجد فرق كبير انك تسب المسلمين وتسب الاسلام، فرق كبير جدا، لانه اذا نعت المسلمين كلهم حمير، انت اذا وصفت ابوك وامك واقاربك كلهم انهم حمير واصدقائك كمان. فالفرق كبير، انت توصف الدين وتطلع قذارته يختلف كليا عنه تقول المسلمين. وانا ابقى ما اقول عن المسلمين كلام سيء، لانه هذا شيء اصلا مو بصالحنا، يعني ليش نخلق العداوه مع المسلمين؟ ممكن في يوم من الايام يصحون ويفكرون ويشوفون الحقيقه، المسلمين هم اخواننا واصدقائنا. ولكن المتعصبين طبعا انا ضدهم على طول الخط، والمتعصبين لمحمد من كل ما جاء به محمد من قتل وارهاب فانا العنهم مثل ما العن الاسلام. ولكن الناس البسطاء المسلمين العاديين اللي ما يعرفون الحقيقه، ذولا اقول عليهم بشر عاديين، في يوم من الايام نتامل يكتشفون الحقيقه. احنا كنا مسلمين، هل نصف نفسنا بالحمير يعني؟ لا، احنا كنا غافلين ولكن صحينا مثل ما يقول. اذا في سؤال اخر يقول يوسف فاتح رجع سأل يقول طيب ماذا عن الحد والمسيحية يلتقيان في بعض الأمور؟ أرجو التوضيح. الصراحة يعني الالتقاء ما موجود، لأنه هو أصلاً الإلحاد ينكر الأديان، كيف يلتقون يعني؟ ممكن تقول في نقطة حالياً، أتكلم حالياً وليس قديماً، قديماً الحروب الصليبية كانت موجودة، حالياً مستكينين المسيحيين لا يبرزون العلو، لذلك التركيز مو عليهم وايد. بصورة عامة احنا ندعو للقضاء على كافة الأديان، ولكن تركيزنا على الإسلام حاليا. هل يلتقون مع الإلحاد المسيحي؟ تلتقي مع الإلحاد بنقطة معينة؟ أنا لا أعتقد، غير أقول واضح كلامي، حاليا مستكينين وما عندهم أذى المسيحيين، ما عندهم أذى على أحد حاليا، هذا اللي أذكره. ولكن إذا ظهر أي شيء احنا راح نركز عليهم اكثر. هذا اعتقد جوابتك.
يقول مين هذا؟ يقول أنا قرد وأفتخر عند ذاك الحيوان هذا ضربه. ما أعرف، ما فهمت قصدك أخويا براندي. طبعا أشكرك براندي، اليوم تعبك وياي و يعني حامل عني هم ثقيل مثل ما يقول، يعني ممنون ممنون لك يعني. وطبعا أشكر الجميع اللي انك انا قلت افتخر. ايش بيه هذا؟ ايش بيه هذا يعني؟ جاي يتجاوز ولا ايش؟ اذكر لي بالله. يقول ابو الحكم المسلمين كفيلين بتكريه الاسلام وفضحه لجميع الامم، انت وانا والجميع لا نستطيع فضح الديانه الاسلاميه، المسلمين وحدهم كفيلين بهذا. نتامل اخونا عصام، نتامل انه المسلمين يصحون من ال اوكي. اسمه ايش قلت؟ قرد قرد وافتخر. اوكي انت قول قرد وافتخر، مو احنا. اوكي طيب اشرح اشوفه وين هذا. انا قرد وافتخر. اوكي ما دامك تفتخر احنا نخليك تروح تفتخر براحتك، ويا جماعتك اللي ايدوك راح نخليك تفتخر براحتك معاهم. اوكي بلوك طرد. يعني ابسط شيء طرد، صدقني يعني بسرعه بلحظات تكون شغله طرد، مو صعبه يعني. روح سوي لك، انا انصحك تسوي كم اسم وترجع تدخل علينا. انت مفكر راح تستفزنا، ولكن انت تشوف حقيقه دينك لما تسوي هذا الشيء. انت تفضح دينك لما تسوي هالاشياء، يعني تفضح انه انتم فعلا ناس ما تعرفون تتكلمون بعقل، تتكلمون بهذه التصرفات. انت تساعد في هدم الاسلام، نشكرك. ادخل واحنا نطرد، ادخل واحنا نطرد. لما سبات وش اسمه ما تلتزم على مود هذا، احنا نطردك، والا اذا دخلت وتكلمت عادي راح نجاوبك. عندك دليل على كلامك تكلم ويانا، احنا جاهزين يعني. طبعا عندنا الاخ زوم يقول سؤال يا ابو الحكم، هل تنتهي الحياه عند الموت؟ انا لا اريد ان تنتهي حياتي عند الموت، اعتقد ان 60 سنه في الدنيا لا تكفي. اخ زوم اشكرك طبعا على هذا الكلام اللي قلته، لانه راح احكي انا عن نفسي كيف انا انظر الحياه بعد الموت. طبعا يمكن تستغربون تسمعون هذا الشيء، يقول لك الملحد ممكن قبل ما يموت يذكر يرجع الى الله ويخاف من الله ويخاف يدخل الجهنم. هذا كلام فارغ. انا لو خلقت 100 مره راح انكر هذا الاله، وانكر الاديان، وانكر الدين الاسلامي وجميع الاديان، وانا متيقن انه راح يستقبلني الدود مثل ما راح يستقبل الاخرين، انبياء وغير انبياء، الدود ما كلهم ولو عندهم اثبات انه محمد لم تمسه الدود اول واحد رجع للاسلام. خليه يفتحون لنا قبره يشوفون انه محمد سليم في قبره حتى احنا اول واحد نرجع للدين الاسلامي. اما انه 60 سنه ما تكفي الحياه اخ زوم، فاحنا هذه الحياه موجوده، احنا ما اختاريناها، راح نخوضها مثل ما هي يعني، ما تغير شيء عندي انا، عواطفي واحاسيسي كلها مثل قبل، اهتم باهلي، اهتم بوالدتي، اهتم باصدقائي، وما تغير عندي شيء، طبيعتي ما تغيرت، بل بالعكس انا احس نفسي متحرر اكثر من قبل، على الاقل لا اخاف من عذاب جهنم اللي وعذاب القبر الموعود، وهو كله كلام فارغ. اموت مرتاح انه راح اكون عدم. ويعني اذا تريد اطمنك اقدر اطمنك بشيء، انه انا ما اعرف صح ولا لا، يعني انا شفت تقارير طبيه عن اشخاص توفوا ورجعوا، يعني قلبهم متوقف لمده ساعه او ساعتين ورجعوا، ويتكلمون كلهم نفس الكلام على انه
شافوا نفسهم متمددين وذكروا بالتفصيل مين اللي انعشهم، كم شخص وشو كان يعملوا، وصفوا كل شيء بالتدقيق. يعني لا اعتقد واحد يكذب بهكذا شيء، متوفي يرجع للحياة يحاول يألف شيء يعني. فيتكلمون كلهم كلام واحد، انه انطلقوا بروحهم، او يسمون روحهم، ما اسمي روح، انا اسميه بقايا الجسد او شيء، ما اعرف شو اسميه. فلا اعلم انه هذا الكلام حقيقي ولا لا، ولكنه يذكرونه بمناسبات، حتى الاطباء لم يجدوا تفسير لهذا الشيء. ربما انه البشر لما يموت يكون محلق بشيء من جسد، لا اعرف ما هو، ويتجول. لكن اي واحد من ذول اللي توفى ورجع الحياة نهائيا ما ذكروا لا مسيح ولا محمد ولا اي شيء ذكروا عن الدين، ولكنهم قالوا ما حبينا نرجع الحياة صراحة. قالوا احنا الحياة هذه يعني روحنا اللي شفناها او الشيء اللي احنا كنا عليه نرفض. جميعهم رفضوا ان يرجعوا للحياة يعني، لانه كانوا سعداء بالشيء، الوضع لا عندهم ألم، لا عندهم مشاكل، لا عندهم شيء يفكرون به. هذا لا تأخذ على أنه من مسلمات، هذا شفته في تقارير. إذا هذا الشيء يريحك أنا أذكره مثل ما هو يعني. فأنا أيضا لا أعلم ما حقيقة هذا، وهذا الشيء لا يهمني أيضا، ولا يغير بعقيدتي شيء بتفكيري. أنا مستعد للموت في أي لحظة، أستقبله استقبال الأبطال مثل ما يقول، ولا يهمني كيف أموت. المهم أنا أوصل رسالتي بالحياة أنه أعيش كإنسان على الأقل. إذا في سؤال آخر، لأن أنا سام فان دينتن يقول ماذا برأيك أبو الحكم في السر وراء في السر وراء تمسك المسلم بهذا الدين رغم الأدلة الواضحة على فشله؟ المشكلة أنا أقول لك سؤال أيضا جميل أخونا سام. أنا أقول لك ليش يعني الإصرار على هذا الشيء. الدرجة الأولى خوف من العذاب، خوف. يقول لك أنا أتكلم مع أهلي أخذهم كتجربة، أقول لهم ليش أنتم مصرين على، يقول إحنا نخاف يطلع كلامك مو حقيقي، وفي يوم من الأيام نروح نشوف قدامنا جهنم وعذاب القبر والأشياء. هو هذا الشيء الأساسي اللي مخوفهم، واللي يفجرون نفسهم متأملين الحوريات راح يستقبلون، حتى من غبائهم يغطوا المكان العضو الذكري، قال ايش انه راح يشتغل لوحده بدون جسمه، يعني يغطوه بماده حتى لا تتضرر، يعني حتى يوصل لسه يكون جاهز، الحوريات جاهزين باستقباله يعني. يعني هذا السبب الاوحد انا اشوفه انه خايفين. واما الشيوخ فهم مترزقين من هذا الشيء اكيد 100%، انا متاكد انهم مترزقين من هذا الشيء ولا يهمهم اي شيء. اجيب لك اثبات، العريفي اجى لمصر وقت الاخوان صار يحكي عن مصر او جمال مصر وذكرهم وموجودين بالقران وما اعرف ايش، ورا ما خلص نفس اليوم من مطار القاهره راح لندن، راح استجم هناك يعني، قبض منه وراح استجم. يضحكوا بها على العقول، لانه الشيوخ مصرين يوصلون هذا الدين لانه هم مترزقين. الشيخ عمل من لا عمل له، يعني الشيخ فقط يتكلم ويقبض فلوس، فاذا انت منعته من هذا الشيء طبعا اول المحاربين راح يكون هنا. فيحاولون باي طريقه يوصلون هذه الافكار للمسلمين ويكون مصرين على هذا الدين يعني. واعتقد جاوبتك على هذا الشيء. عندك البراندي بعث لي سؤال آخر يقول عصام سليم أبو الحكم، سؤال ما هو برأيك رد روسيا على مقتل السفير علما أنه قتلت قتلت روسيا آلاف مؤلفة من السوريين بعد تفجير طائرة بمصر وإسقاط طائرة بشمال سوريا؟ طبعا لا تتصور أنه إحنا نؤيد بوتين اللي يسويه، هذا اللي يسويه عنف وإحنا ضد العنف. إذا قتل قسم من الدواعش قتل ايضا مسلمين اخرين، نحن لا نؤيد العنف يجي يعني. اما شو يسوي اعتقد راح يشدد الخناق والضرب على يعني على سوريا اكثر واكثر. والغريب
والغريب انه ما تصرف اي تصرف ضد الرئيس اردوغان، مع العلم قبل فتره بسيطه كان موقع له طياره، وهسه صار وصلنا على عسل مثل ما يقول، ولا قال لا يؤثر على العلاقات التركيه الروسيه. طبعا لما المصالح تلتقي لا يوجد كره وحب، المصالح هي الاهم. إذا موجود أسئلة أخرى هنا، طبعا أرحب بجميع اللي يدخلون، علي جمعة المطيرحي، معروف مسلم، كلكم على رأسي، بس بقوم بأدبكم، سواء ملحد أو مسلم كلكم. سبق وأنا طردت ملحدين، يعني لا يفكروا أنه فقط أطرد المسلمين، الملحد يتجاوز. وبعد ما وهذا نادرا ما يصير من ملحدين، لانهم ملحدين انسانيين لا يتكلمون كلام خارج النطاق، واللي يعمل هالشيء يكون ما فاهم الالحاد حقيقي وما فاهم الانسانيه حقيقي. ما يصير يعني لا من الملحد ولا من غير الملحد. فانا اطرد اي واحد يقل ادبه يعني. سؤال ابو الحكم، هل تنتهي الحياه عند الموت؟ انا لا اريد ان تنتهي. هاي ذكرناها اخ زوم، تكلمنا عنها. اوكي، اهلا مستر بلاك فهد، شكرا خطاب، اهلين فيكم كلكم. علي جمعه على عيني وراسي. إذا عندكم أسئلة أخرى، نسرين منورتنا طبعا، العنصر النسائي قليل عندنا يعني، ونسرين مخلصة إنها دائما موجودة، نرحب بها وهي من المساهمين، وذاك اليوم ساعدتني كثير يعني. يقول سام، يقول ممكن تعمل حلقة عن يأجوج ومأجوج، أظن أنها ستكون رائعة، يمكن تفتح العقول. طبعا قصة يأجوج ومأجوج هي حكينا يعني مو بالتفصيل عنها في حلقة من الحلقات لآيات خرافية مع الأخ سال، أوجه له تحية منا. تكلمنا على هذه الأشياء ولكن ليس بالتفصيل. أنا تدلل أخويا سام راح أتطرق إلى قصة يأجوج ومأجوج بالتفصيل، ولكن معروفة أنه محصورين بين جبلين وما نعرف شو راح يظهرون. الأقمار الصناعية تظهر كل شيء، وينهم؟ هي قصتها ممتعة، وقصص ممكن تقولها للأطفال يعني، حتى الأطفال ممكن تكون مخيفة، لأنه يتكلم عنه على أنه هذول ياجوج ومأجوج ناس راح يجون يقتلون البشر كلهم، وناس على الألفاظ يوصفهم بالقرآن. فهد أرجوك ما تتكلم هكذا كلام، كلام طبيعي يعني، التزم بالتكست. وأنا هسه الآن وصفت الملحدين بالعقلانيين، فأتمنى ما تكرر هذا الشيء. القضاء والقدر، أخ حسين يقول لي ممكن تتكلم شيء عن القضاء والقدر؟ حاضر، احنا نحاول أنا حلقاتي حوارات إنسانية، راح بالاسبوع يوم او يومين حسب الظروف راح اقدمها، وعلى الاكثر راح تكون الخميس. راح اتكلم عن مواضيع كثيره يعني. من يقول ابو الحكم، انظر الى صبيانك يسبوني، انا اعترض واشجب واستنكر. مين اللي جاي يغلط بي؟ بلكي تذكر لي براندي، مين اللي جاي يغلط بزوم؟ اوكي، هذا ذكرته. اوكي، جاي يكتب لي براندي، يقول زوم هذا يستاهل ويشتم الناس. زوم، هل انت ما اعرف مسلم ام ملحد؟ لا 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 لا، انا ما قلت اخرس. زوم شويه حدد الفاظك، انا قلت فقط خليه يلتزم، لم اقل شو اسمه.
انا راح اشطب هذه الرساله اللي كتبتها، ارجوك التزم والا اضطر انه اتصرف وياك تصرف اخر. لحظه شو شي يقول براندي، يعني ما جاء اقدر اسيطر على اسمه، سريع جدا التكست. اوكي. يقول اللي يسمعك زوم، يقول لي اللي يسمعك يقول طاردني من الجنة، طاح حظك. اوكي، هذا ادبك الاسلامي، راح احنا نرد عليك بالطرد ما دام انت حابب الطرد، على عيننا وراسنا راح نطردك. مو مشكلة، يعني مو صعبة، يعني مو صعبة علينا، يعني انا اعتقدت انه انت ملتزم وتكلمت معك بأدب، ولكن اللي قل أدب احنا إلى بالمرصاد، ولكن لا نتفوه مثل ما تتفوهون بمن كلمات، وأنا أبقى مصر أنه ما أحكي كلام مصخ. يقول أبو الحكم كل ما تحكي مع جماعتنا الشيعة عن الإسلام بعض الأشياء الغريبة، يقول لنا السنة عندهم هذا، أما نحن فلا جواب للشيعة، فلا جوابنا للشيعة باختصار. طبعا شيعة وسنة كلكم نفس الشيء، شيعة ما تفرق ويانا يعني، شيعة وسنة. الشيعة ممكن يكونون بعض ما يفجرون نفسهم أو شيء، ولكنهم يعملون أشياء، يضربون يطبرون الطفل هو عمره أشهر، يضربوه بالطبر على رأسه ويطلعون دم منه، وإحنا نعرف الطفل لحد سنتين يافوخة اللي من فوق ما صاير صلب، يعني الجمجمة مالته ما تكون يعني الصليبه، ما اعرف شلون هالطفل يجي من قلبهم يضربوه بالطبر. يعني ما تفرقون بشيء، تؤمنون بالخرافات، تؤمنون الحسين وعلي، انتم افكاركم، وايران قائمه بالواجب وزياده، انتم شايفين يعني. زين، يقول يوليا كيف اتغلب على الخوف من الموت رغم اني ملحد؟ يولي تقول كيف طبعا انا قلت لك انا لا اخاف الموت نهائيا، لانه اذا انت مؤمنه 100% انه ما في حياه اخرى وعذاب، قصدي عذاب، لا اتكلم عن الحياه، اقصد لا يوجد من يحاسبك لا في القبر ولا في جهنم، اذا انت متاكده من هذا الشيء من ايش تخافين؟ احنا عايشين مثل النوم، معتبرك نفسك نايمه، انت لما تنامي وما تحلمي مو تعتقدي نفسك ميتة 7 8 ساعات ما تحسي أي شيء، ولا عندك وجع ولا عندك شيء، فقط نايمة، وهو هذا الموت. شنو يعني؟ ايش يفرق عن الـ 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 النوم عن الموت؟ أعتقد نفس الشيء. مثل ما قلت، ممكن شيء اللي يسموه الروح، أنا ما أسميه روح، أسميه شيء من الجسد، يكون متنقل، ممكن أنا لا أعرف، ولكن إذا ما موجود فراح نتحول كنا الى تراب، ولا يوجد تعذيب ولا اي شيء. هذه النقطه هي اللي تريحني، انا لما متاكد ما في احد يحاسبني، رغم اني ما عامل شيء يعني ماذي به احد، فقط اذا ما اصلي صلاه واحده ممكن يقيموا علي الحد او ادخل الى جهنم يعني. فاذا هيك شيء المؤمن المسلم يؤمن به خليه بايمانه، اذا عقله ما يقبل هكذا اشياء. فالإله اللي يعاقب يخلق البشر ويعاقبه هذا ليس بإله، هذا سادي مجرم اعتبره. أنا لا أتكلم عنه لأنه غير موجود، يعني لا أسب الله لأنه إلي غير موجود، لماذا أسبه؟ المهم، إذا في يقول سام أنت إنسان، أنت راعي يا أستاذ أبو الحكم، كيف تستطيع أن تضبط أعصابك؟ طبعا أنا يعني من يوم اللي أحكيها بصراحة، يعني أنا من يوم اللي وجدت طريقي والحدد، حتى في فترة اللا دينية كنت أؤمن موجود إله يعاقب وما يعاقب وما أعرف شو، بس لما توصلت بعقلي إنه هذا إله غير موجود، فصرت صرت مسؤول عن ذاتي، صرت لا أنتظر الإله يأخذ لي حقي. ضميري هو اللي صار يوجهني، ضميري هو اللي يوجهني أتصرف بإنسانية حتى مع المسيئين، يعني احاول اكسب، يعني امتص غضبهم بطريقه من الطرق يعني. فهو هذا اللي
يخليني اضبط اعصابي، وليس شيء اخر. انا لست سوبرمان، وعندي نفس العواطف، احزن افرح مثل الجميع، ولكن ضميري هو اللي يوجهني، الاله يوجهني مثل ما يفعل المسلمين. الاله قال لك اقتل اخوك، تقتله، مو مهم انت رباك ما رباك، ابوك امك، مو مهم تقتلهم. وهذا الشيء حصل كثير، وبمعارك المسلمين كانوا يقتلون خوالهم وابائهم وابنائهم، لانه الاله يقول لهم هكذا. اذا انا ضميري موجود ما راح افعل هذا الشيء نهائيا، ما راح افعله، لانه ضميري هو اللي يوجهني ان هذا الشيء صح او غلط، او المجتمع ما يقبله بصوره عامه، هو هذا اللي يوجهني، وليس الاله بكل مساوئه. يعني سؤال اخر جاني من براندي، يقول من فوفا، اعتقد هاي مراه لانه فوفا يقولوا على امراه، إذا ما كان دليل لعذاب الآخرة فما هو الدليل أنه لا يوجد عذاب؟ شوفي يا أخت فوفا، يعني اللي مثل ما يقول اللي يدعي شيء لازم هو يثبته، مو أنا أدعي الإله ما موجود، لا، أنا جبت مثال أنه تقول هذه السيارة أنا صانعها وأنا راح أقودها، أقول لك اثبت قدامي. طبعا الأمثلة ما بتصير، بس بتقريب وجهات النظر. يعني اقول له يلا سوقه قدامي، لما ساقه قدامي اثبت انه هو صاحب هذه السياره وصانعها وموجهها، هذا اثبت لي. لكن الاله اين اثباته؟ لماذا لا يظهر بوضوح للجميع ويسكت الظالم ويقول لنا كل شيء عن سبب خلقنا وسبب جسمه، ولا يترك الناس مثل هتلر يقتل الملايين، أو محمد أو الحروب الصليبية أو اليهود، يقومون كل الأعاجيب باسم هذا الإله، والإله لا يتصرف. وكأنه أنا أوصف هذا الإله مثل ما يقول كريم عبد العزيز في أحد الأفلام، يقول أنا جاي أهدي النفوس، يعني يسوي الأديان وبعدين يخليهم يأكلوا بعض، بعدين يقول أنا جاي أهدي النفوس. ليش إذا أنت صدق إله حقيقي جد تخلي دين واحد؟ يعني وش معنى ركزت بالشرق الأوسط تخلي الأديان؟ ليش ما خليت بأوروبا، بأستراليا، بأمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية؟ يا بشر، يا مسلمين، يا مسيحيين، يا يهود، يا كل الأديان، ما تفكرون ليش بالشرق الأوسط فقط موجود الدين؟ ليش ما موجودة في الدول الأخرى؟ لأن ذولاك عقولهم مستنيرة من البداية، والدليل على هذا الشيء متقدمين علينا في كل شيء. يعني إحنا لازم نرتقي بعقولنا ونرفض هذا الدين أيضا، لأنه كلها أباطيل وما في ما إلى أي وجود. جاني سؤال آخر يقول هل أنت من خلفية سنية أو شيعية؟ الاثنين. طبعا أنا والدي، يعني اللي ما يعرفني أقوله مرة أخرى، أنا والدي تركماني سني، والدتي كردية شيعية، يعني وكانوا في زمان يعني ما موجود كان هذه الأشياء. كل ما صار تطور العلم صار الشيعة يأكلوا السنة أكثر من قبل، يعني التطور كان سلاح ذو حدين مثل ما يقول. وإحنا راح نستغل الاستغلال الأمثل ونقضي على جميع الأديان. إيه أنا من خلفية سنية أعتبر، يعني والتزامي كان كله سني، و من والد الشيعية. وهذا الجواب على السؤال، وشكرا للسؤال. إذا في أسئلة أخرى ما أعرف. يقول أهلا أخونا علي، ماذا أنت خاري عقلك؟ لا ساينس صديقنا، لا اوكي. اشوف اذا في سؤال اخر. يقول اجب على السؤال ابو الحاكم، اجبت على هذا السؤال. يقول هل انت خروجك من السام كان سهل؟ سؤال جميل اخ سام. طبعا انا
طلعت بمراحل من الإسلام. يعني أنا أول شيء استنكرت وجود الرق من قبل هذا الإله، والإسلام لم يحرر العبيد، ولم يدعو في أي آية أنهم يحررهم. يعني العبودية بقت حتى بالإسلام، هذا كان سبب رئيسي أنه يخليني أترك الدين، وكذلك أشياء أخرى. يعني مثلا سمعت حديث أنه عمر بن الخطاب ضرب واحدة جارية لأنها كانت متحجبة وتصلي، فقالت تشبهين بالحرارة، كأنه البشر صنفهم أصناف حر وعبد. يعني هذا الإله إذا إله حقيقي كان يعني يشيل العبودية، يعني لأنه هو باعتبار خاتم الأديان. يعني بقيت مع زوج أختي طول الليل، قلت له إذا لقيت لي أي آية أو حديث يدعو إلى تحريم الرق أنا أول واحد أرجع للإسلام. بحث 4 ساعات وما لقى أي شيء، وبالآخر تركني. قال لي يعني يقول كفارة، وما عشان هذا الكلام كفارة يقول لك أو عتق رقبة، يعني مو أمر. هذا إذا تريد تدفع فلوس أو دية أو عتق رقبة، يعني ما يأمرك بهذا الشيء. بينما أشياء الشهوانية حرمها، هي أصعب من البيع والشراء. يعني مثلا الشرب، الإنسان يحب يشرب أو ينام مع امرأة، أشياء هو مثل ما يقولون لا خالق به، يعني ليش يمنع عنا؟ يعني فإحنا مو نقول يعني سداح بداح يصير، بس قصدي لا يجي عقوبة عليه. يعني فهذا الشيء كان صعب بالبداية. كان إلى أن صار عمري 27 سنة طلقت الإسلام بالثلاثة، ولكنني لم أكن يعني في أي دين آخر، يعني فقط صرت لا ديني. وبعدها يعني بعد ما دخلت الجروبات الإلحادية وبحثت وسألت وقريت كتب، رأيت صرت لا أدري يعني فترة كمان، لأنه فكرة نكر الإله كان صعب لي. يعني أنا تصرفت على يعني حسب ما قناعتي توصلني، ولكن في الآخر رأيت أنه لا محالة، لا يجب أن أترك الإيمان بالله، لأنه لا إثبات على وجود هذا الإله، وكل شيء يقول أنه غير موجود. فلذلك أصبحت ملحد، ولم يكن سهلا طبعا ترك الدين الإسلامي، ولكن لما تركته ما رجعت خطوة لوراء. بعدين أصبحت ورا اللا ديني، أصبحت لا أدري، ما رجعت خطوة لوراء. بعدين أصبحت ملحد أو إنساني تنويري، هذا آخر المراحل أكيد، لا يوجد مرحلة أخرى بعد غير الإنسانية أعتقد. سؤال آخر أعتقد نسرين، نسرين متربية النطيح، ما أعرف شو معناه. فهد يسأل يقول لدي سؤال، متى تتوقع نهاية الدين الإسلامي؟ أنا قلت هذا الشيء أخ فهد، يمكن ما انتبهت علي، أنه الدين الإسلامي أنا أتوقع خلال 50 سنة، يمكن يقولون فترة طويلة، ولكن لازم ننظر أنه في أجيال وأجيال راح يجون، كل فترة جيل راح يختفي من المسلمين يصيرون ملحدين، وهكذا يعني كل 10 سنوات راح يختفي شوي شوي لحد 50 سنة. مع تطور العلم أعتقد الدين الإسلامي وجميع الأديان راح ينتهون، ولا تبقى غير البشرية. يعني أنتم مفكرين أنه اللي يعبد البقرة اللي يعبد الفارة هذا منها يعني ماشي صح؟ طبعا، أو يعبد الأصنام أو يعبد الشمس أو النار، هذا كله أشياء تافهة. يعني فحتى هؤلاء راح يرجعون للإنسانية والبشرية، وينتشر الإنسانية ليس الإلحاد، تنتشر الإنسانية في كل مكان، ويعرفون الإنسان هو فقط المقدس وكل شيء آخر غير مقدس. يعني أنا لا أقصد أهين الحيوان، لا أقصد
الأديان أو الإله أو أي شيء أو الأنبياء لا مقدس عندنا يعني. جاني سؤال آخر منه، هذا يقول علي جمعة المطيعي أبو الحكم، طبعا راح أقرأها أنا حتى تعرفوا أخلاق الإسلام يعني، لا تصورون ما راح أقرأها. طبعا علي جمعة المطيرحي كان يتكلم بكل أدب، فجأة تحول إلى مسلم من نسل محمد الحقيقي. يقول أبا الحكم، أبوك سني، نكح أمك الشيعية من دبرة، نجبتك أنت ابن طيس شيعية تفو عليك. أوكي، طبعا هذا يدل على أخلاقك الصافطة يعني، مثل ما يقول. انت اكيد انت ما متربي تربيه حقيقيه وسويه، على مود هذا تنطق كذا كلام. طبعا يعني هذا الشيء يدل على اخلاقك، انت اكيد اهلك ما مربينك، واذا اهلك ما ربوك الدين ما راح يربيك، الدين راح يقوي بك الحقد على الاخرين. انا لا اتفوهم على ابوك وامك، ممكن يكونوا ناس طيبين، ولكن انت عضو فاسد في هذه العائله، ولا الوم اهلك، ولكن الوم الاسلام اللي علمك تتفوه هكذا كلام وتنطق هكذا كلام اللي سمعوه جميع الناس. مع الاسف انت لا تعرف امي وابي يتكلم عن هذا الكلام، لكن انا ما راح انزل مستواك اغلط على ابوك وامك، لكن اقول عليك انت انسان ساقط، لست انسان سوي، لذلك تتكلم هكذا كلام. كان الله عمل له غفران سيدني. سامي يقول كلامك صحيح بالحكم، لو كان الله عمل لهم الطوفان هل تؤيدني؟ انا اؤيد فقط الناس اللي يؤمنون بالعنف ويؤمنون بالدين الاسلامي ينشروا بالقوة، هؤلاء الأشخاص أتمنى ياخذهم الطوفان ونخلص منهم كلهم يعني، مثل ما يقول، أو يرجعون إلى العقل يعني. أي واحد يدعو للعنف هو ليس بشر يعني، سواء كان دين أو غير دين، إذا كان من مافيا أو كان من دين أو أي شيء يدعو للعنف وسيلة لتوصيل الأفكار فهو ليس بشر، وقلته أكثر من وجوده، مثل ما يقول قلته أحسن من وجوده يعني. يقول نظف الشات أبو، طبعا أنا مخبوص بالرد على الأسئلة، فهو رويدا جاي ينبهني براندي، ماكو أحد يساعدني، أنا المسؤول يعني، أقدر أطرد فقط وليس شخص آخر. إذا موجود أحد مسيء يقول لي علي، اوكي، اذا موجود احد مسيء قول لي براندي حتى اطرده، احنا نتكلم بادب وجميعنا نتكلم باخلاق ونتكلم عن حقائق عن الاديان، ولا نتكلم بشيء يسيء للمسلمين. نحن نسب الافكار ولا نسب الاشخاص، يعني الفرق بيننا هو هذا، انتم تسبون الشخص، احنا نسب الفكر، روح سب الالحاد كله، روح سب ريتشارد دوكنز، بس لكن الاشخاص بعينهم اذا تذكرهم بسوء هو هذا اللي تلام عليه يعني. اوكي، انا طبعا اشكركم اصدقائي وصديقاتي، اشكركم على هذا الوقت اللطيف اللي قضيناه مع بعض، وأتأمل يعني دردشة جميلة مع بعض، ووصلنا الأفكار لبعض اللي اشتركوا في التكست، وأشكر جميع المشاهدين اللي شاهدونا، أتأمل وصلت أفكار لبعض الأخوات والأخوة، وأشكر، اتمنى يكون الاخ جان ظروفه ليست سيئه، ظروف معينه منعت عنا، وراح يكون معكم بكره او بعد بكره اكيد، و
لا انا اعذرني، انا الحلقه القادمه ممكن اجيب على بعض الاسئله الاخرى. اخويا براندي اشكرك شكرا جزيلا انه ساعدتني بهذه الحلقه ووصلت الاسئله، واشكر الجميع بما فيهم من المشاهدين والاخوه اللي في التكست، واذا ما ذكرت الاسماء اعذروني لان انا في نهايه الحلقه، ولكن اشكركم جميعا انه اتسع صدركم، وانا هذه سياستي ولن اغيرها، يعني انا احق مسالم وادعو الى السلم، وحتى اللي يغلط فيا انا احاول امتص غضبي، حتى لان احنا بعض الناس يعتبرون مثلا، مو انا مثلا نقول غيري، يعني يعتبرون قدوه انه ما نغلط لازم نضبط اعصابنا، وهذا المطلوب من الملحد او اللاديني او العلماني انه يضبط اعصابه ويتكلم بكلام جيد ولا يرد السوء بالسوء مثل ما يقول. وأتأمل إذا استفاديت من جاوبت على بعض الأسئلة ولا كانت باختصار، ولكن أعدكم بحلقات أخرى. الحلقة القادمة راح تكون مع أحد الأخوة، بعد ما محدد، راح أتفق مع أي شخص أخ من الأخوة أنه أقعد وياه ونتكلم نتطرق لموضوع معين. والخميس القادم طبعا محمد من الألف إلى الياء راح نختار تصير يوم الخميس، نازل عليه الغضب، محمد من الألف إلى الياء نازل عليه غضب، يعني ما نقدر نقدمه بوقته أبدا، كل مرة يتأجل، مو مشكلة. الخميس القادم راح نقدم الساعة 9 توقيت أوروبا الغربية، راح نقدم حلقة من حلقات محمد من الألف إلى الياء. أشكر الجميع وتصبحون على ألف خير.